عقد بمقر المجلس البلدي القبة اجتماعا ضم كل من مدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية والحرس البلدي وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة. عقد اجتماع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي مع مدير مديرية أمن القبة والحرس البلدي وجميع الأجهزة الأمنية، وذلك لمناقشة وتدليل جميع الصعوبات التي تواجه رجل الأمن داخل هذه البلدية لتفعيل الأمن بالطريقة الصحيحة والسليمة التي تحقق الأمن والأمان للمواطن. الاجتماع جاء لتدليل الصعوبات التي تواجه رجال الأمن وحل المشاكل التي تعيق عملهم ومحاربة الظواهر السلبية في خطوة تهدف لمجاهرة بالأمن. اليوم طبعا تم عرض عدة مشاكل إن شاء الله بإذن الله حيتم تدليلها، وبإذن الله تقوموا بالتوجه إلى الجهات الرسمية حيث توفر لهم جميع الإمكانيات وجميع الصلاحيات. كذلك ندعو المواطن داخل هذه البلدية للتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان، وكذلك الحرس البلدي قام بعدة جولات تفتيشية. نتمنى من الأخوة التجار وأصحاب المخابز والجمعيات الاستهلاكية التعاون معهم من أجل تحقيق رغبة المواطن، وهي الاكتفاء الذاتي وإيصال حقي واستلام سلعتي بقدر المستطاع. وجاء على هامش الاجتماع بحث سبل تسيير دوريات لقسم الحرس البلدي والخروج في جولات تفتيشية على المحال والمخابز والصيدليات لتفقد السلع والمواد الغذائية الغير قابلة للاستهلاك البشري.